الصنع الإلكترونية. كيف نفهم هذا التسريب من المصادر الاستخباراتية الآن، وما مدى تأثيره في إطار العلاقات الدولية الذي يفهمها جيدا الباحث السياسي رامي الخليفة العلي ويتابعها بانتظام معنا في العربية من باريس؟ أهلا بك دكتور، تفضل. أهلا بك طاهر، تحية لك ولمشاهديك الكرام. باعتقادي أن هنالك شقين الحقيقة فيما ذكرته لوفيغارو اليوم. الشق الأول هو المتعلق بمحاولة الجانب الإيراني اختراق الحسابات البريدية، البريد الإلكتروني أتحدث، وجمع معلومات يمكن أن يستفيد منها حليفه على الساحة اللبنانية حزب الله في قادم الأيام، وخصوصا في الموعد الانتخابي في الربيع القادم. الشق الثاني الحقيقة هو المتعلق بالحرب الإلكترونية، وهي حال الحقيقة طاهر هي حرب الكل ضد الكل، والآن بات من الواضح أن هذا يستخدم كسلاح سياسي، سواء ظهر ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية مع الجانب الروسي، ويظهر ذلك بين الفينة والأخرى في مختلف دول العالم. وبالتالي هنالك حرب خفية تقوم على الساحة الدولية. إلى الآن الحقيقة لا توجد هنالك حصون يمكن أن تحصن المعلومات، حتى أكثر المعلومات السرية والمرتبطة بالأمن القومي، يعني هي ساحة حرب الدول لنقول بأن هذا ليس موضوعا كما الولايات عاديا المتحدة الأمريكية. يعني لسنا أمام موضوع عادي متعلق بحصول على بعض المعلومات الاستخبارية، إنما هي ساحة حرب ولو على في النطاق الافتراضي، ولكن باتت كل الدول التي تريد أن تؤثر تستخدمها في ساحاتها التي تلعب فيها في المنطقة. تحليلك الدقيق تماما طاهر، لأن الحقيقة هذا الاختراق لا يتعلق فقط في المعلومات، وإنما إمكانية التحكم والتأثير في مجالات حيوية. كما ذكرتم تم اختراق إحدى السدود، ويمكن إذا ما تحكم القراصنة بهذا السد يمكن أن يحدث كارثة. أيضا التحكم في القطاعات الماء والكهرباء والقطاعات الحيوية، وبالتالي إذا ما فشلت الدول في حماية المنظومة الإلكترونية التي الآن باتت تدخل في كل مجالات الحياة، فإن ذلك بالتأكيد سوف يهدد أمنها القومي. لذلك الحقيقة هنا في فرنسا على سبيل المثال طاهر، كان هنالك تعهد من قبل الحكومة الفرنسية بأنها سوف تخصص جزءا من الميزانية من أجل الحرب الإلكترونية ومن أجل مواجهة تنظيمات راديكالية كتنظيم داعش. ولكن الأكثر من ذلك يعني هذه هي الفكرة التي يجب اللجوء إليها، وهذا الأمر أيضا يتجاوز فرنسا إلى أوروبا، خاصة من الدول الصغيرة أو يعني الضعيفة نسبيا عسكريا أو أمنيا ومخابراتيا، وتتحكم بها أو تؤثر بها دول أخرى. يجب اللجوء إلى مثل هذه، يعني إذا لم يكن بالإمكان اللجوء إلى محاكم دولية وما شابها، يجب على الأقل اللجوء إلى تمويل يعني مناهضة ذلك. صحيح تماما. الحقيقة الدول الغربية الآن باتت أكثر إدراكا لحجم الخطر، وخصوصا بعد الانتخابات الأمريكية. أيضا ما حدث هنا في الانتخابات الفرنسية، كانت هنالك محاولات روسية عبر اختراق حسابات بريد إلكتروني من أجل التأثير على الانتخابات الفرنسية. وبالتالي الآن نجد أن إيران تستخدم هذه الوسيلة من أجل التأثير على الأوضاع السياسية في لبنان، وحقيقة أن إيران تستخدم مجمل الوسائل في سبيل أن توجد هيمنة لها في دول المنطقة. ولكن على الصعيد الإلكتروني باعتقاد أن هنالك خطر كبير يتهدد الأمن القومي للدول الصغيرة والكبيرة على حد سواء، خصوصا أن تكلفة هذه الحرب ليست بالكبيرة، هنالك الحقيقة إمكانية بأموال قليلة التأثير على مجالات حيوية متعلقة بالدول الكبرى. لذلك أمام الفارق القوة الموجود ما بين الدول الكبرى والدول الأخرى، فهنالك إمكانية عن طريق القرصنة الإلكترونية. وإلى الآن الحقيقة لم تنجح الدول الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، في بناء منظومات دفاعية على المستوى الإلكتروني إذا شئت طاهر، وبالتالي هي معرضة بالفعل إلى الآن إلى التهديد الإلكتروني والفيروسات التي يمكن أن تخرب، ويمكن أن تكون تكاليفها من الناحية المالية والاقتصادية باهظة للغاية، وأيضا من ناحية الأمن القومي والحصول على معلومات يمكن أن تكون مصدر تهديد خطير على الأمن القومي لهذه الدول. الأستاذ رامي الخليفة العلي الباحث السياسي من باريس، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا الليلة في العربية.